صاحب الجلالة، السيدات والسادة، لقد قامت الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر سنة 10 و2000 ضد الفقر والتهميش وضد خيارات تنموية كرست الإقصاء والحيف بين الجهات وبين الفئات. كان منطلق شعاراتها المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مختزلة في ثلاث مطالب رئيسية: الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية، وترجمت في شكل حركات اجتماعية واعتصامات شبابية كانت جميعا تنادي بحل معضلة البطالة والقضاء على التهميش، وتطالب بالحق في التنمية والحق في التوزيع العادل للثروة والحق في المساواة. لكن هذه الانتفاضة أخذت منحا سياسيا صريحا ومباشرا بعد فرار هرم السلطة والمطالبة بحل جميع هياكل الحزب الحاكم وتعليق العمل بالدستور القديم لسنة 59 و900 و1000، والمطالبة برحيل الحكومة القائمة برمتها، الأمر الذي خلف فراغا كبيرا أدخل البلاد في حالة تأزم حادة كادت تقود إلى ما لا يحمد عقباه. إلا أن عراقة المجتمع المدني وتجذره في محيطه المجتمعي بفضل الأدوار التاريخية التي لعبها أثناء معركة التحرير وخلال مرحلة بناء دولة الاستقلال ومواقفه الثابتة تجاه قضايا شعبه، جعلته يتحرك منذ الأيام الأولى لتأطير المسار الانتقالي عبر استحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي جمعت كل الأطياف والتعبيرات السياسية والمدنية والاجتماعية وأبرز الشخصيات الوطنية المستقلة، وهي الهيئة التوافقية والتي يعود لها الفضل في ملء هذا الفراغ بنجاح والأعداد لانتخابات 23 أكتوبر سنة 11 و2000 التأسيسية. كانت البداية مثيرة للإحباط، فالمشهد السياسي شبه التوافقي الذي عرفته البلاد قبل الانتخابات التأسيسية بدأ يتغير ليترك المكان إلى واقع جديد تغط فيه ممارسات وإخلالات خطيرة عمقت نزعة الاستقطاب السياسي وولدت الكثير من الحيرة والمخاوف بشأن مستقبل منظومة الحكم في البلاد. فكانت النتيجة احتدام حدة التجاذبات بين الفرقاء السياسيين، وبرزت مؤشرات الاحتقان والقطيعة داخل المجتمع، فعم التسيب والانفلات الذي شجع التطاول على هيبة الدولة وتغول عصابات التهريب وبارونات التجارة الموازية وقوى الإرهاب والتشدد الديني. كان من نتائجه اغتيال النشط الحقوقي والسياسي الشهيد المحامي شكري بالعيد في 6 فبراير 2013، ثم اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي الشهيد محمد البراهمي في 25 جويلية من نفس السنة، وسقوط عديد الشهداء من قوات الأمن والجيش، وأصبح المواطن في حيرة من أمره جراء غياب الأمن وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واستشراء الفوضى على أكثر من صعيد. على خلفية هذا الواقع المتوتر والمشحون، وإزاء تصاعد التحركات الشعبية في تونس العاصمة وفي العديد من المدن الداخلية، وعلى إثر تعطل أعمال المجلس التأسيسي بعد تجميد نواب المعارضة لمشاركتهم وتعليق أشغاله من طرف رئيسه، جاءت مبادرة الحوار الوطني بعد أن أجمعت منظماتنا الأربع على رعايته وعلى ضرورة التحرك لدى الفرقاء السياسيين ودعوتهم للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى توافقات كبرى تؤمن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية التي تجاوزت الآجال المحددة لها. وهذا ما حصل فعلا بعد أن قبل جميعهم بالتوقيع على خريطة الطريق. الإذاعة الوطنية التونسية.